من الذي لا يحترم زينات؟ بهذا السؤال افتتح الكاتب أنيس منصور حديثه عن الراقصة والفنانة زينات علوي بطلة حلقتنا الليلة. تعتبر الفنانة زينات علوي راقصة مختلفة عن باقي راقصات جيلها لأسباب عديدة سنقوم بذكرها بعد لحظات، كما سنتحدث عن حياتها الفنية وحياتها بعد اعتزالها الفن، وكانت مليئة بالفقر والوحدة حتى رحيلها كان مأساوي. فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولدت الراقصة والممثلة زينات علوي في 19 من مايو عام 1930 في محافظة الإسكندرية. كان والدها شديد، ومنذ ولادتها كان يعاملها بقسوة ويضربها، وكانت ترفض الإهانة، وقررت بنت 16 عاما الهرب من قسوة والدها، وذهبت للقاهرة إلى قريبة لها، وكانت تعمل في كازينو بديعة مصبني، وطلبت زينات أن تشارك في الرقص في فرقة الست بديعة مع مجميع الراقصات التي يظهرن على المسرح لإلهاء الجمهور حتى تستعد الست بديعة. ووافقت الست بديعة على الفور حين رأتها. خلال 6 أسابيع فقط كانت زينات علوي ترقص بين المجاميع في تألق لفت أنظار الجميع، وقررت بديعة أن تتقدم زينات الصفوف قليلا، خاصة أن الجمهور يتفاعل معها وأحبها، وتحولت الدقائق إلى ربع ساعة كاملة ترقص على الطبلة وتمسك بالعصا الصعيدية التي اشتهرت بها، وكانت تلك العصا من أهم أسباب شهرتها كراقصة. انتقلت للعمل في السينما عام 1951 من خلال فيلم شباك حبيبي بطولة أنور وجدي ونور الهدى. وبعكس باقي راقصات هذا العصر، لم تتخذ زينات من التمثيل طريقا لها إلى جانب الرقص، وكانت تشترط أن يقتصر دورها في أغلب الأفلام على رقصة تؤديها، وأحيانا ما يزيد عن ذلك بمشهد أو مشهدين. اشتركت في 41 فيلما سينمائيا، منها أشجع رجل في العالم، أدهم الشرقاوي، والزوجة رقم 13، وكرامة زوجتي، والعقل والمال، وودعت حبك، ورايا وسكينة، وشباك حبيبي، وهذا هو الحب، وإسماعيل ياسين في الأسطول، وفاعل خير، والعائلة الكريمة، وسوق السلاح. وشاركت في مسلسل واحد هو السفينة التائهة. كانت تعرف وسط الراقصات بلقب زينات قلب الأسد، لأنها عرفت بالانضباط والالتزام طوال حياتها. ضاقت علوي مما تتعرض له الراقصات في ذلك الوقت من ظلم واضطهاد ومطاردة مستمرة من شرطة الآداب دون وجه حق، ومن معاملة الدولة العنيفة للراقصات، فاعتزلت للمرة الأولى في نوفمبر عام 1965. وبعد شهور من الاعتزال تعرضت لضائقة مالية جعلتها تعود للرقص، ثم بعد ذلك قررت الاعتزال نهائيا، خاصة بعدما تم الضغط عليها لإحياء حفل لجنود الجيش والرقص في قاعدة أنشاص ببلبيس بالشرقية. اعتزلت وابتعدت عن الساحة الفنية في عام 1971، وعاشت في عزلة تامة، خاصة بعد وقوعها ضحية المرض والفقر، لدرجة أنها قررت بيع أثاث منزلها لتوفير نفقات الطعام والعلاج. ظلت لسنوات عديدة ترفض الارتباط أو الزواج من أي رجل، وكانت رافضة للرجال بشكل عام، وقيل أن السبب وراء ذلك هو عقدتها من والدها، فرأت كل الرجال مثله. وفقا لبعض المصادر
وقعت زينات في غرام الصحفي محب مانع الذي كان يمتلك مجلة أخبار النجوم وتزوجته. في حين ذكرت صحيفة الأهرام أنها لم تتزوج وظلت عزباء طوال حياتها. في 16 من يوليو عام 1988 وبعد اعتزالها بأكثر من 20 عاما وجد جثمانها بعد وفاتها بمنزلها عن عمر يناهز 58 عاما، وظلت 3 أيام متوفية دون أن يشعر بها أحد. وأكد تقرير الطب الشرعي أنها توفيت بأزمة قلبية حادة، ولم يحضر جنازتها سوى الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وفيفي عبده. والآن عزيزي المشاهد، برأيك لما بعد كل هذه النجاحات للفنانة زينات علوي نهايتها كانت مأساوية جداً؟ كان معكم رشا رجب.